السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنبدأ مع بعض التصميم التاني بتاعنا، وهو اسمه كاسبر. التصميم بتاعنا إن شاء الله بسيط وظريف، هنبص عليه بص قبل ما ندخل نشوف إحنا محتاجين نتفرج على إيه ومحتاجين نعمل إيه قبل ما نبدأ. لو فاكر في السي اس اس اتكلمنا عن حاجة اسمها جريد سيستم، وقلنا على موضوع الأعمدة والعناصر بتتوزع قدامها. ادي الأعمدة قدامك اهي، هتلاحظ ان في بعض الحاجات طالعة في الفول سكرين كاملة، وفي حاجات بتمشي على الأعمدة دي بالظبط، زي مثلا الخدمات دي ماشي عليها اهي. لو نزلت تحت شوية هتلاقي مثلا الإحصاءات، هتلاقي القسم السكيلز اللي تحته، هتلاقي مثلا البرايسنج. شايف كمية الحاجات الموجودة اللي ماشية بالظبط على الجريد؟ هي دي الحاجات اللي احنا بنقسمها بالجريد سيستم، وفي بعض الحاجات بتحتاج انها تكون فول سكرين زي كده، بنعملها برضو بدون أي مشكلة. طيب بالنسبة للصور، لو ما لقيتش نفس الصور الموجودة دي في جوجل تقدر تستعمل أي صور، مفيش مشكلة خالص. احنا دلوقتي في مرحلة التقليد، وقلنا قبل كده انه وقت الجد ووقت ما يبقى عندك سكتش احترافي هيكون فيه كل الحاجات اللي انت محتاجها. طيب عشان ادخل ابدا في التصميم باذن الله، محتاج 100% ان انا اكون شفت كورس ال HTML و CSS بتوع سنه 2021 موجودين في القناه، وكمان التمبلت الاول لازم تكون شفت التمبلت الاول. في بعض المفاهيم شرحناها فيه مش هينفع ان احنا نعيدها في كل التصميمات الجايه. لو انت واحد من الناس اللي مصمم ان انت ما تشوفش التمبلت الاول، يبقى على الاقل تدخل تشوف الفيديو بتاع الكونتينرز والفونت ايكونز عشان تفهم يعني ايه كونتينرز وبتعامل معاها ازاي، عشان احنا هنعمل الكلام ده في التصميم التاني. فانا وفرت عليك اهو، لو اني نفسي ان انت تشوف التصميم الاول كاملا عشان تقدر تلم اكبر قدر من المعلومات. التصميم بتاعنا بيستخدم خط اسمه اوبن سانز زي ما انتم شايفين كده هنا، وده خط من الخطوط الموجوده في جوجل الحمد لله، ونقدر نستخدمه بدون اي مشكله. هنيجي في البحث هنا هنقول له اوبن سانز عشان نشوف بس الخط، ونختار الحاجات بتاعته اللي احنا محتاجينها، الويتس كلها. هنختار مثلا الويت اللي هو ال 400، هنختار مثلا اللي هو ال 700 بالشكل ده، ونبدا نستدعيه في الصفحه عندنا. طيب خليه دلوقتي على جنب عشان هناخد الكود بتاعه بعد ما ننشئ الصفحه بتاعتنا. هنا هنبدا نعمل صفحه ال HTML بتاعتنا، وبعدين هنكود الصفحه سريعا سريعا كده. التمبلت بتاعنا اسمه كاسبر، وهنكتب جنبه تمبلت رقم 2 بالشكل ده. المكتبات اللي احنا استعملناها في التمبلت الاول كانت مكتبه الفونت اوسم الخاصه بالايكونز، وكانت المكتبه بتاعت نورمالايز اللي هي بتخلي العناصر تتعمل لها ريندر بشكل طبيعي في جميع المتصفحات. ادي مكتبه الفونت اوسم وادي النورمالايز، وبره هنا هتلاقي فولدر الويب فونت الخاص بمكتبه الفونت اوسم. فهناخد الاثنين دول كده ونمسح منهم اللي احنا مش محتاجينه. هنا عندك السي اس اس اهو وفولدر الويب فونت، وهنشيل الملف بتاع التمبلت القديم وهننشئ الخاص بالتمبلت الجديد بتاعنا. كده بقى عندنا ملفين، ملف النورمالايز وملف الفونت اوسم. هنضيف عليه الملف الثالث اللي هو كاسبر دوت سي اس اس بتاع التصميم بتاعنا الحالي. طيب لحد دلوقتي كله تمام، ونبدا نستدعي الكلام ده عندنا في الهيد. طبعا اختصارا للوقت عشان مش عايزين نضيع وقت الفيديو في حاجات عملناها قبل كده، هروح عامل كده. عندك ده التمبلت فايل الاصلي اللي هو الكاسبر، وعندك النورمالايز، وعندك المكتبه بتاعت الفونت اوسم. في ناس سالت في التمبلت الاول ليه خلينا النورمالايز في الاخر، لانه ممكن يعمل اوفر رايد على التصميم بتاعنا، فما فيش مشكله ممكن فعلا تخلي الملف بتاعك اخر حاجه، وهو ده الصح عشان يوفر رايد على اي مكتبه انت بتستعملها. طيب لحد دلوقتي تمام وعظيم، ما عندناش اي مشكله خالص. فاضل لنا بس الفونت الخاص باوبن سانز الموجود على جوجل اللي هو ده. هناخد الكلام ده كده ونضيفه عندنا هنا في الاخر خالص، ده الفونت بتاع اوبن سانز اللي احنا هنستخدمه. وممكن تكتب كده قبله عشان تعرف ده ايه، تكتب قبله جوجل فونتس بالشكل ده. كده استدعينا الحاجات بتاعتنا والحمد لله كله تمام وزي الفل. كده محتاجين بقى ملف سي اس اس نبدا نحط فيه الرولز الاساسيه اللي هي بتمشي على الموقع كله. هكتب عليها جلوبال رولز بالشكل ده، وهنا اند جلوبال رولز. هنا الجلوبال رولز اللي هي مثلا البوكس سايزنج اللي موجوده على جميع العناصر، الخط بتاعنا اللي هنستعمله، كل الكلام ده. بوكس سايزنج، بوردر بوكس. وممكن نعمل ريسيت بسيط كده يا جماعه، انه البادنج للعناصر كلها يكون صفر، والمارجن للعناصر كلها برضو هيكون صفر. ما تنساش ان انت تستعمل الخواص بتاعتنا اللي ليها بريفكسس، ما تنساش ان انت تحط لها البريفكس زي كده. حبيت بس ايه اختصر لك الوقت. حاجة من الحاجات اللي عملناها في التمبلت 1 اللي هو السكرولينج السموز، لو جيت دوست على لينك معين هتوديك على مكان او سيكشن في الصفحة بينزل بطريقة سموزي. دي خاصية اسمها سكرول بيهيفير سموز بالشكل ده. طيب بعد كده محتاجين نستدعي الخط بتاعنا اللي هو الاوبن سانز ده هيكون موجود على البودي
ده الفونت فاميلي بتاعنا، ومحتاجين نعمل ريسيت كده بسيط لليو ال بتاعتنا ليست ستايل نان، عشان اي يو ال هنستعمل يو ال كتير جدا يبقى الليست ستايل بتاعها نان ويشيل منها البوليتس. اخر حاجة عندنا قبل ما نخلص الفيديو هو الكونتينر، ودي الكونتينرز بتاعتنا اللي احنا شرحناها وقلت لك تتفرج على الفيديو بتاعتها. الكونتينر اللي بيلم المحتوى جوه الصفحة عشان يكون ثابت في جميع الشاشات كمان، ودي شاشة السمول ودي شاشة الميديم ودي الشاشة اللارج، شرحناها بالتفصيل في تمبلت 1، لازم ترجع له عشان تفهم الكونتينر لان كل حياتنا في التصميم هنستخدم فيها الكونتينر. كده شباب احنا نقدر نقول ان احنا بدأنا الحمد لله، عملنا البنية الاساسية والعناصر الاساسية والتنسيقات بتاعتها والكلام ده كله، وهنبدأ ان شاء الله مع اول حاجة في الفيديو الجاي. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، نكون مستعدين، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.